صوت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بالإجماع لصالح مقترح لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر لغاية الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات. وأشار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى أن هناك انتهاكا واضحا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسة المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الرادعة لهذه الأفعال التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر. أسندت النيابة العامة لمطلق العيار الناري أن تسبب بوفاة طالب توجيه في منطقة أبو نصير في العاصمة عمان جناية القتل القصد على أساس القصد الاحتمالي خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات. وقال النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور إحسان السلامات إن المتهم يواجه بمقتضى المادة 326 وبدلالة المادة 64 عقوبة القصد المباشر، شأنه شأن أي شخص ارتكب جناية القتل القصد المباشر. وفي شأن تشريعي آخر، أقر مجلس النواب في المادة 14 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بعد أن أقر 13 مادة منه من أصل 52 من إجمالي مواد المشروع. وتصادق المادة 14 من مشروع القانون على منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتنص المادة 13 على منح المجلس إعطاء حوافز إضافية بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات في حال حقق المستثمر شروط الحوافز ووفق أسس ومعايير محددة، ومنها مراعاة تشغيل 350 أردنيا و 50% عاملات أردنيات. مبررات التعديلات الجديدة ودوافعها محاور نتحدث عنها مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين أحمد طبشات. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. إذن لربما نتحدث بداية عن الأسباب الكامنة التي جاءت وراء هذا المقترح الآن بعد إقرار هذه القوانين. يا سيدتي مساء الخير لك سيدتي والإخوة المشاهدين الكرام. حقيقة قبل أيام استلم دولة رئيس مجلس الأعيان مذكرة من مجموعة من السادة الأعيان تتضمن مقترحا بتعديل قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات أيضا فيما يتعلق بالمادة 330 مكررة من قانون العقوبات والمادة 4 فقرة باء والمادة 11 فقرة دال من قانون الأسلحة والذخائر المتعلقة بالعقوبة المنصوص عليها بهذين القانونين بما يتعلق بإطلاق العيارات النارية بالمناسبات بالأفراح أو بأي مناسبات أخرى. حقيقة السبب الدافع لهذا طلب التعديل وهو تغليظ العقوبة، لأن العقوبة الحالية المفروضة بالقانونين الحاليين غير كافية وغير رادعة إطلاقا. يعني عندما نقول بأن العقوبة المفروضة هي حوالي 3 أشهر حبس 3 أشهر فقط وليس أكثر من ذلك، وهذه العقوبة لابد كما يعرف الجميع بأنها قابلة للاستبدال بالغرامة، وبالتالي لا تردع الناس عن ممارسة هذه العادات السيئة والتي تعرض حياة الناس للخطر. وفعلا وقع الخطر ووقعت وفيات وقعت إصابات لإخواننا المواطنين في هذا البلد الآمن. نحن بغنى عن هذه الممارسات ولا بد من تغليظ العقوبة في القانونين المذكورين. فرئيس مجلس الأعيان قام بتحويل هذه المذكرة للجنة القانونية واجتمعت اليوم اللجنة القانونية ووافقت بالإجماع على قبول هذا المقترح ليصار إلى تحويله إلى مشروع قانون
يرسل للحكومة لتقوم الحكومة بإرسالها وبإرساله ثانية إلى مجلس النواب والأعيان لإقراره بعد التعديلات التي يرونها مناسبة. نعم. والهدف هو الردع، الهدف هو الردع ليس أكثر. نعم، لماذا لم يتم تدارسه من قبل إبان إقرار هذه القوانين، أم أنه يأتي تزامنا مع هذه الأحداث الأخيرة؟ والله أنا أرى أن هناك كان تقصير في التسريع السابق، يعني لا تكفي هذه العقوبة، ونحن نعرف جيدا أنها أنا أرى أنها نوع من أنواع الإرهاب، هي ترعب المواطنين، ترهب المواطنين حتى لو لم ينجم عنها أضرار أو وفيات أو إصابات، هي مرعبة المواطنين، مزعجة، لا حاجة لنا بها. فما بالك عندما قبل أيام حصلت وفيات، وقبل أيام حصلت حوادث أخرى، إصابات عديدة في وخاصة ينقلب الأفراح إلى أتراح. نحن لا بد من القضاء على هذه العادات وهذه الممارسات الخاطئة، ولا بد من الخلاص منها بتغليظ العقوبة. ثم ثانيا لا بد أن أقول لا يكفي تغليظ العقوبة، ولكن هناك التطبيق. لا بد من إعادة النظر في تطبيق القانون بصورة حازمة حتى يصار إلى رد الذين يقومون بهذه الممارسات الغير محمودة. نعم، وهنا نتحدث عن التفعيل التام، عندما نتحدث عن تغليظ العقوبة بشكل يردع مرتكبين هذه الجريمة، فبرأيك ما هي العقوبة أو شكلها الذي قد يأتي على شكل أغلظ مما هو موجود والذي أقر سابقا؟ أنا أرى أن العقوبة التي يجب إقرارها مستقبلا إن شاء الله أن لا يجوز استبدالها بغرامة، أن تكون العقوبة لا يجوز استبدالها بغرامة، وأن تصل إلى سنة الحبس لمدة سنة. ثم ثانيا أن تكون الغرامة مرادفة لعقوبة الحبس أيضا وليست بديلا عنها، وبالتالي لا بد من أن تجتمع العقوبة البدنية مع العقوبة المالية حتى يصار إلى رد الذين يمارسون هذه العادات الغير محمودة. نعم، وهل هذا ما يأتي ضمن هذا المقترح المقدم الآن؟ عندما يقدم مشروع القانون سيأتي بالتفصيل العقوبات التي يجب النص عليها سواء كانت بالغرامات أو الحبس. نعم، هذا فيما يتعلق بمطلقي العيارات النارية. الآن فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على متعاطي المخدرات بعد إقراره إعفاء المتعاطي لأول مرة في قانون المخدرات قبيل أشهر، فكيف يمكن التعامل مع هذه الزاوية؟ أيضا شوفي، قانون المخدرات وقانون السير أيضا هذه أيضا بحاجة إلى معالجات أخرى جديدة، ولا بد من إعادة النظر بهذه التشريعات. حقيقة نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر. قانون المخدرات العقوبة الأولى هذه ليست كافية وليست رادعة. قانون وثم ثانية بالنسبة للتعريفات عن جواز زراعة المخدرات لغاية التعاطي، لغاية التصدير والاستيراد والصناعة لغاية التعاطي، هذا تشريع حقيقة يجب أن يعاد النظر به. بالنسبة لموضوع السير، يعني كما تعرفين والكل يعرف أن أزمة السير الموجودة في البلاد نعاني منها للممارسات الخاطئة بسبب الممارسات الخاطئة بمن يقود السيارة بتهور أو بعكس السير أو بالوقوف في الأماكن الممنوعة المزدحمة، وهذا كله بحاجة إلى إعادة نظر، ولا بد من إجراءات أخرى ليست الغرابة، أكثر من الغرابة، ربما تصل الأمور إلى حجز السيارة وحجز الرخصة حتى يرتدع الناس عن مخالفات السير التي أيضا تودي بحياة الناس في الشوارع والطرقات، هذه لا بد منها. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين أحمد طبيشات.